مرحبا جيهان، كيفك؟ تمام. هلا، ماشي الحال؟ تمام. حابة أعرفك عن حالي. دارين حماني. أنا درست بالجامعة صحافة مكتوبة ودرست إدارة أعمال، ومعي ماجستير بالصحافة وماجستير بالإدارة الأعمال. كتاباتي كتابات حرة. هلأ حبيت جبت كتاب معي، أحد دواوين الخمسة. أنا عندي خمس دواوين شعر، بلكي بنحكي شعر سوا. أكيد نحكي شعر. خليني أسمع منك شي هيك. معاناة إني لأحيا الآن أكتب، إني لأقتلك الآن أكتب، إثم الهوى الدفيني أتقيأ، إثم مغفرتي لك أحصد، إني أنعيك يا قاتلي ولا أقتل، هشمت صلب الفؤاد ولم أكسر، مراسم دفنك الأبدي أهيئ، فيك حروف الأبجدية تخزل، منك ألف طعنة لا ترحم، ومني بساتين زهر لا تذبل، منك حبل أراجيف يخنق، ومني قصيدة عشق ترمم، منحتك نجمة في الأعالي تنبض، منحتك قصيدة عشق تخلد، فلما فلما في الظهر يا قاتلي تطعن، رداء من الأراجيف تخلق، والقناع يسقط، وما زلت تغدر حبة هال من الصدق لا تملك. ممتاز، بدها هدي، بدها زقفة. حلو كتير. بس في شيء قصيدة الجزار، انت حبيتي تكون نوع من السجع يعني. اي سجع. بس في شيء لم تكسره، يعني لم حرف جزم. تزبط معك انه ما ما بتزبط؟ هلا هو بالشعر يجوز يعني ما لا يجوز، بس انه خلينا نكون قواعديا مزبوط، لانه اكيد بعدين رح يجيك ملاحظات على هذا الموضوع، رح يقولوا انه عم يكتب شعر وما بيعرف بالقواعد اللغه العربيه. صح. عرفت علي كيف؟ انه هذه التعليقات كثير بتصير يعني. كثير بيجي ومش بصير بدهم يحاولوا يقللوا من قيمه الشاعر، او انه من وراء هيك مواضيع ممكن تكون كلمه صغيره يعني. ما رايت لقيت اسلوب جنان كثير راقي وكتير رايق وإنسانة حساسة جدا، وهذا الشيء بينعكس عليها هي بقراءاتها، هي وعم تقرأ بتلاحظ قد هي إنسانة حساسة ومرهفة. هي وعم تقول ما بعرف إذا حياتها أو مجتمعها أو تعكس عليها يعني نوع من شوي في حزن دفين ببين بالكتابات، حتى لو كان بس غزل أو فرح أو شيء، هي مبينة أنه إنسانة كتير عم تحاول تقدم شيء بطريقة راقية جداً. بخصوص الإلقاء، أنت موهبة هيك منك لوحدك يعني، بتلقي هيك ولا أنت تعلمتيها دراسة ولا أنه حدا كان يعطيك ملاحظات؟ بلا، أخذت دروس عند أستاذ، تدربت يمكن شيء 6-7 شهور بالإلقاء، وبعدين صار إلي ستيل معين بالإلقاء، فما بقى أقدر أغير إلقائي. صار بين إلا إذا تغيرت القصيدة، يعني تغير الرتم، تغيرت القصيدة من نثر لموزون، فبتغير الإلقاء. اللي هو تغيير الإلقاء بيصير حسب طبيعة القصيدة يعني، أنت حسب وحسب الجمل يعني، انت احساس هيدا طالع من جواتك بتعيشيه فبتطلع معك يعني. بس هو الالقاء لانه نص الشعر يعني، احيانا الشعر الجيد لما نجي عم نلقيه اذا ما كان القائه حلو صدقيني بيخسر يعني، مستمعين ما بيعودوا معك دائما يعني. انت لازم تشتغلي على الالقاء مثل ما لازم تشتغلي على كتابه نص جيد. انا بقول لك دائما اقرا، ودائما يكون مكتبتك بالبيت كبيره يعني، تكون هي حياتك قبل اي شيء ثاني. بتصير تحسي حالك دائما انت بتحسي بشاعريتك وهيك. في شيء كثير فرحني انه جنان عن فئه الشعر وصلت يعني، وهذا الشيء بدل انه على اهتمام الناس بالجانب الادبي، هذا الشيء كثير حلو. كثير بهالمجتمع صاير الشعر مهمش والاهتمام فيه قليل،
يعني فعلى السوشيال ميديا انا كثير مبسوطه انه اثبتت وجود الشعر بهيك برنامج. انا بعدني متابعه، يمكن حببت الناس بالشعر لانه عرضته بطريقه مختلفه، مو جامده بانه اكتب نص وفقط. انا عم اعمل فيديوهات، عم اتعب عليه، عم وصل هيدا الشعر بطريقه اقرب لقلوب الناس. فهيدي رسالتي وان شاء الله رسالتي توصل. اليوم كانت اخر قعده بقعده مع سيلين، هي من الاشخاص اللي كثير رح اشتاق لهم. على مدار 3 شهور دائما سيلين بتعطينا التحديات، بنقعد معها يعني بنحكي لها عن افكارنا، هي بتساعدنا بكثير قصص. فهلا يعني وصلنا لنهايه المشوار. مرحبا جنان. اهلا، كيفك؟ تمام. خبريني انت شوي، هلا اول شيء وين حسيتي التحدي كان لإلك بكل هالتجربه اللي خطيها بالبرنامج؟ التحدي انه اقدر اوصل واثبت لحالي فعلا اني انا بقدر اعتمد على حالي ووصل فعلا للشيء اللي انا بدي اياه او اقدم احسن ما فيني. يعني انت بتعتبري انه انت كل البرنامج قدمتي احسن ما فيكي، ولا في محلات بتحسي انه لا كان فيك تقدمي احسن وانت ما قدمتي احسن؟ بعض المطارح كنت بقدر اقدم احسن، بس لو كان عندي الخبره، فهي الخبره بتجي مره بعد مره، لهيك انا عم اعطي بحسب خبرتي كانت، فاسبوعا اسبوعا عم تزيد خبرتي فعم اقدم احسن. شو اللي بتعتبري خليكي توصلي تتكوني من اول 3 بالبرنامج؟ اصراري كثير لانه وصل للفاينل. اوكي. وارادتي وغير هيك الثقه بالشيء اللي انا عم اقدمه، وإيماني كثير بالموهبة اللي عندي وبالرسالة اللي بدي إياها توصل. بس أنت بتتصور إنه الرسالة وصلت بالمحلات اللي كان لازم توصل فيها، ولا في محلات ما كثير وصلت؟ رسالتي بتختلف من فيديو لفيديو وحسب الموضوع شو بكون، بس عنصر التأثير أكيد بكون واضح وبيوصل. أنت وين حسيتي حالك تقدمتي تقنياً على بالعناصر اللي كنتوا على اساسها ينحط لكم العلامات؟ تتقولي انه انا اوف بهالبرنامج تقدمت كثير بالجماليات، ولا تقدمت كثير بالفكره، ولا تقدمت بعنصر التاثير، ولا صرت اعرف وصل افكاري اكثر؟ وين انت حسيتي حالك كثير فرقت معك؟ اوكي، انا كنت من البدايه لهلا المحتوى عندي كان اعلى شيء، وبقايا المعايير ما كنت مركزه عليهم. مره بعد مره يعلى الانتشار، يعلى التاثير. الجماليات كمان كانت يعني قليله عندي، كمان اهتمت فيها، فبعتبر انه صرت عم راعي انا كل المعايير. يعني لما وصلت لهالمرحله فانا عم راعي الكل. كثير فخوره بانه فئه الشعر وصلت لهون، خاصة أنه بأيامنا هلأ الشعر مهمش، ما كتير يعني ما كتير في إله اهتمام أو قراء، يعني كل ماله هو عم يندفن أكتر. يعني أنت أول ما فتت على البرنامج كنت متوقعة أنك توصلي لآخر 3؟ بصراحة، ويلي بصراحة. ببداية البرنامج ولما كنا 14 مشترك كان في كتير منافسين، كنت مستبعدة أنه أوصل للفاينل نسبة صغيرة يعني. فبعد 3 أسبوع أنا تأكدت أنه رح أوصل، وهيك إحساسي من جوي اللي، وحتى لو نزلت بالخطر كمان عندي إيمان أنه دايماً الجمهور هو بأنقذني. الكل وصل لمرحلة أنه معنوياتهم انخفضت كتير، يتعب ويتقفف وطاقتهم بتنخفض، بس أنا دايماً طاقتي عالية، دايماً معنوياتي مرتفعة، حتى لو عصبت بيوم تسليم الفيديو أو هيك، ولكن أنا أبداً ما بتأفف من شيء لأنه أنا اللي بدي هالشي. ما حدا جابرني إجي على البرنامج، أنا جاية وبإرادتي وبإصراري وبدي أوصل ومبسوطة بهالشي، ورغم كل الضغط كتير مبسوطة. فيمكن هذه العناصر أنه لما حدا بيسألني ليه أنت بتعتقدي أنه رح توصلي كنتي وليش وصلتي، يمكن الإيجابية اللي عندي، الثقة، الإصرار، التفاؤل، هيك. جنان، مثل ما قلتي المثابرة والإصرار وصلوك لأنك تكوني بالثلاثة الفاينالست، بس أنا إذا في أعطيكي نصيحة للمستقبل تتخديها بحياتك، بدك تكون دايماً عقلاتك وذهنك منفتحين على النصيحة. ما تعندي، أنت إنسانة عندك أوقات عناد ما بتكسري عنه حتى لو انت غلطانه. العناد حلو باوقات،
الواحد يوقف مظبوط على اجريه ويوقف على موقفه، بس في اوقات تجي نصيحه بتكون لصالحك خديها لصالحك. سيلين، بعتبر وجودك كثير مهم وداعم بالنسبه لي، بغض النظر انه اوقات بتعصب علينا، بس حتى عصبيتها انا بحبها وبفهم اللي بتعصب علينا مشان نحن نقدم شيء احسن. فكل ذكرياتي معها، سواء عصبت علينا او انه نستشيرها بقصصنا، ذكرياتي كلها حلوه. شكرا كثير سيلين، وانت من الاشخاص اللي كثير رح اشتاق لهم، واكيد رح اخذ بنصيحتك، من عيوني رح خفف عنها. ان شاء الله كرمالك انت. اوكي جنان، يلا موفقه. شكرا. برنامج نجوم بلا حدود هو كان فرصة أو بوابة فتحت لي كتير فرص لقدام، جربت أقدم فيه استفيد من كل شيء عم يتقدم لي، كل الخبرات اللي تعلمتها والمثابرة هي اللي خلتني أوصل لهلأ للفاينل. التحدي تبع هذا الأسبوع هو موضوع حر. تحدي أول أسبوع هو موضوع حر، كان بالنسبة لي إنه كتير منيح، لأنه أنا بكون مسؤولة عن خياري والخيار مفتوح قدامي، ما في حدا عم يقيدني بشي. عندي قصيدة اسمها أنا لست لهم، أخذ جائزة اتحاد كتاب العرب، قررت إنه أعمل عليها فيديو. بهذا الفيديو ساعدني راشد، أنا كنت لا أفقه شيء لا بالتصوير ولا بالمونتاج. وصلت للبرايم وانا فكره عامل شيء خارق وكثير حلو. انا ما بحبش ان احنا نترجم الكلام بالصوره، انا بقفل الستاره الشعر تحديدا هو للخيال، فحسيت الشيء المباشر زياده عن اللزوم، مو ضروري عرفتي ترجميها. جبت 51 وكانت من اوطى العلامات، لازم الاسبوع الجاي اشد حالي اكثر واقدم شيء احلى. اجى الاسبوع الثاني، التحدي كان نعمل ريفيو عن 2017. خبطت اول شيء شو بدي اعمل وهيك، لطلعت ببالي فكره انه اعمل عن احدث 3 كتب نزلت ب 2017، وكانت فكره جيده. انا بحب اللي بتكتبيه وحبيت كثير انه اخذتي بعين الاعتبار اللي قلنا لك اياه. 57 يا جنان، راضي عن النتيجه؟ الحمد لله. الاسبوع الثالث التحدي كان عن التنمر، كان موضوع صعب كثير ولهلا بقول انه هو اصعب موضوع. وقتها كثير تعذبت لانه لاقي حدا يساعدني بالتصوير، بعض لقطات اخذتها لحالي، تعذبت وانا عم ثبت الكاميرا لوحدي، واجهت صعوبات كثير بهالاسبوع وما كان معي لابتوب. التحدي لهذا الاسبوع هو يوم المرأة العالمي. الاسبوع الرابع كان التحدي عن المرأة وكان كثير حلو بالنسبة لإلي. الحمد لله عجب لجنة الحكم كثير وكلهم تأثروا وجبت 69، كنت مركز ثالث. خلينا نشوف العلامة. 69 جيران، ميرسي. مبسوطة كثير، يعني الفيديو بيستحق. ومن هون وصلنا للأسبوع الخامس، كان التحدي إنه نحكي 5 أشياء عن بلدنا، كل حدا بالفئة تبعه. كانت مسؤولية كبيرة بالنسبة لإلي، وصفت قد ما فيني بلدي بأبهى صورة، إنه أنا اللي صورت وأنا اللي عملت المونتاج وقتها. كانت أول مرة بعمل المونتاج من أولته لآخرته على لابتوبي لإلي. جيلان وكيل، موهبة شابة وشاعرة جديدة رح تتغزل ببلاد الياسمين، مهد الحضارات سوريا. عجب الفيديو لجنة الحكام، ما عطوني ولا تعليق سلبي. في الأول خالص كنت بالنسبة لي من أضعف المتسابقين، بس أنت دلوقتي من أقواهم، وبتهيألي أن أنت مؤهلة تكوني في الفاينلز. يعني قبل كانوا يساعدوها بالفيديوز، هلأ هي عم تشتغلهم لحالها. قدي أنت تقدمتي وقدي شغلك أحلى من قبل. أرى اللجنة كانت إيجابية. واو، 62. وجبت 62، كنت مركز رابع، يعني بعدني محافظة على المستوى ثالث رابع. وصلنا للأسبوع السادس وهون المنافسة عم تزيد وعددنا كل ماله عم بيقل. التحدي عن إعادة التدوير، وهنا جاءت الصدمة، لأنه كان من أصعب المواضيع عن جد.
وصلنا ليوم البرايم حبوا الفيديو بس كلهم اعترضوا على نقطة الوجه يلي عم يحكي صار مثل كوميديا. جبت علامة 60 وهون تراجعت أنا شوي، ما لازم أسمح بهالشي لأنه بقيت فترة محافظة على مستواي بالصدارة وهلأ رجعت لورا ما بعرف شو أعمل، لازم أقدم شي بعد أحلى. وصلنا للأسبوع السابع ويلي هو كان أحلى أسبوع. التحدي كان عن الإدمان، عملت فيديو مثلت فيه، كانت أول مرة يعني بدخل بالفيديو كعم مثل مشهد. أرجوك ساعدني، أنا لست مغفلة لكن قلبي يحترق. جبت 62 وكتير انزهلت من العلامة، أنه أنا توقعت ياخد بالسبعينات الفيديو. قلت أكيد أنا هلأ رح أنحط بالمراتب الأخيرة على هالعلامة، بس كانت هالأسبوع كتير قاسية اللجنة مع المشتركين، ما عطت أبداً حدا فوق الـ 62. يعني أنا تفاجأت أنه طلعت أنا المركز الأول. وصلنا للأسبوع الثامن والتحدي عن عمل الخير. وصلنا ليوم البرايم، أنا موقعة أنه أنزل بالخطر. تفاجأت أنه كتير حبوا الفيديو وكتير حبوا الفكرة، وعادة الفئة بتاعتك في حتة دي صعبة شوية، بس عرفتي توظفيها صح في التحدي ده. حبيت كتير، وقديش يعني تحديداً بهذا المعيار بالجماليات والصورة قديش أنتي من أكتر الناس عن جد يلي تطوروا. وجبت مركز تاني وعطوني 66. الأسبوع التاسع كان التحدي عن الصحة العقلية، حكيت عن اضطرابات عقلية بتصيب الأشخاص اللي مع الشيزوفرينيا. عملت فيديو كتير كتير حلو، ولهلأ هذا من أحلى الفيديوهات اللي قدمتها بكل البرنامج، واثقة منه كنت بشكل مذهل. كن طيراً لا يهجر الأشجار، كن كما الغيم في السماء. وصلنا ليوم البرايم وقالوا لي كثير تعليقات سلبية، يا روفايا يعني عم حطوا لي الفيديو تحت الأرض، يعني ما فيه ذرة إبداع، كأنه تحسي إنه ما في تطور. حبيت الفكرة ما كثير ربطتها بالصحة النفسية والعقلية. بهيدا البرايم أخذت 50، وهالعلامة وضعتني بمنطقة الخطر أنا ومحمود. ما كنت خايفة من منطقة الخطر لأنه كنت واثقة أنه الجمهور رح ينقذني. المشترك يلي أنقذوا تصويت الجمهور هو جنان وكيل. ألف مبروك لإليك. وفعلاً الجمهور أنقذني بنسبة تصويت بتزيد على محمود الأضعاف. وصلنا للتحدي العاشر. أسوأ فيديو عملته من أول البرنامج ولهلأ كان التنمر وهيدا اللغة العربية، كان سيء كتير وعملته بآخر لحظة. اللجنة فعلاً مثل ما كنت متوقعة عطوني 48 على فيديو اللغة العربية، كان كتير سيء وما انحق وبيستاهل الفيديو. كل التعليقات اللي قالوا لي هي صحيحة. بشكل عام الفيديو جيد، بس كمؤثرات بصرية كان فيه يكون شوي أحلى. شايفة فيديوز لقلك قبل أحلى. معك حسن. ثاني تحدي كان أنه ناخذ فئات بعض. كتير حبيت التحدي، وخاصة أنه طلع لي فئة الويلنس، وأنا ممارس متقدم بعلم الطاقة الحيوية، فكتير بقدر أحكي عن شيء بخص التأمل وهالقصص. في الفيديو ده كله كامل متكامل صراحة. حسيته مزيج ما بين فئة زاهد اللي تركنا الساينتفك يعني كاتيجوري والبين. حبيت 63. بهذه الحلقة فلت نور إبراهيمي يلي هي كانت عم تتهمني بأنه أنا مستعينة بمخرجين وما بعرف شو، فهلأ بيّن مين الشاطر ومين لا. وصلنا للأسبوع 11، صرنا 5 أشخاص، والتحدي كل ماله عم بيزيد ويصعب. سويت فيديو عيد العمال، كتبت قصيدة ومنتجته وصورته، وحسيته أنه ما كتير حلو، يمكن ما يحبه. والفيديو الثاني كنت كتير واثقة منه أنه كتير رح يحبوه وينتشر وبشكل رهيب. انصدموا هنن من الفيديو، أبداً ما حبوه. لما بتحطي كل شيء بالطبخة فبتنتزع الطبخة؟ جبت 98 وهيدا الشيء حطني بمنطقة الخطر، كان يعني شعور كتير صعب علي. والمشترك يلي أنقذوا تصويت الجمهور من منطقة الخطر جنان وكيل. ألف مبروك لإلك عبد الرحمن، تمنياتي إلك بالتوفيق. فل عبد الرحمن زعلت كتير
بس انبسطت بنفس الوقت انه انا قدرت اوصل لنصف النهائيات. وصلنا للتحدي ال 12 بهيدا الاسبوع بالاخص، كلياتنا عم نقول لحالنا ممنوع الغلط، كل حدا فينا بده يقدم احسن ما فينه، ولكن مع هيك يعني بتوقع انه انزل بالخطر. مشتركين الاثنين يلي حصلوا على اقل معدل علامات بتحدي هالاسبوع، جنان وراشد. جنان وكيل مبروك. مع كل الضغوطات والتعب اللي واجهته هذا الاسبوع قدرت اوصل للنهائيه. عم اوصل ليلي بنهاري، ما عم نام ولا عم اكل ولا عم اعمل شيء، ما في غير راسي على اللابتوب، ما عم قوم عن اللابتوب، عم اشتغل كل الوقت، بدي اعمل كل شيء بقدر عليه لاخذ المركز الاول. مين رح يغادرنا هلا؟ عم نشوف العلامات. جنان وكيل، انت حصلتي على اقل علامه وبالتالي انت بتغادرينا هلا. مبروك جايزتك الماليه وقيمتها 5000 دولار. انا حصلت على المركز الثالث، ما عندي ولا 1% زعل، مبسوطه كثير كثير، وخاصه انه سمر فازت باللقب، يعني صرت ابكي مثل كانه عن جد انه انا اخذته، دموع الفرح كنا عم نبكي انا وهي، واكيد مبسوطه بال 5000 دولار، وانه مجرد وصولي لهالحلقه فهو كثير يعني فوز بالنسبه لي. ما بعرف شو راح اعمل بال 5000 دولار، بس اكيد راح استفيد منه، يعني هيك يعني شيء حلو بعد هالتعب، ولو انه شيء قليل. عندي كثير اشياء ناطرتني، اكيد من هون المشوار بلش، نجوم بلا حدود اكيد فتح لي فرص كثير كبيره، هيدي الفرص رح تكون ناطرتني لما انا ارجع على البلد.